محلنا ده من 1907، معدي 100 سنة. أنا صلاح عصفور العطار، من وإحنا أطفال وإحنا بنيجي نقف هنا في المحل، من أيام جدي ومن أيام والدي. فأنا حضرت جدي، يعني أنا شفت جدي كان، بس كنت لسه صغير، كان عندي مثلا حوالي 10 سنين مثلا، بس كنت بنزل أقف في المحل هنا وبقف ببيع. كنت بشوف جدي زمان، كانت الناس بتيجي تطلب منه علاجات مثلا للبرد، للقولون، لالتهابات الاعصاب، لاضرارات البول، لحاجات كتير جدا. كانت الناس زمان هنا بتيجي تقف علينا هنا طوابير. خلصت دراستي وما حبيتش ان انا اشتغل بره، حبيت ان انا اقف في مكاني اطوره واكبر منه واخلي منه حاجه حلوه. حاجتنا كلها بيور، مش بنلعب في حاجه، كله خام. بنعمل طحن يومي، كل يوم بنطحن حاجة، كل يوم بنطحن الأصناف بتاعتنا بالكميات اللي احنا عارفين احنا التارجت بتاعنا بيبقى قد ايه، احنا بنمشي عليه. احنا بنعمل قرطاس، حاجة اسمها قرطاس مفتقة، مكوناته من عندنا احنا، ده سرنا، واحنا بنعملها بإيدينا، احنا بنعملها عندنا، ونعمل العسل ونعمل كل حاجة، كله بتاعنا، كله تحت إنتاجنا احنا.